طيب سيد عكام، وهنا نتساءل عن دور الحكومة. ألا يجب أن تتبع سياسات اقتصادية جديدة؟ ألا يجب الابتعاد اليوم عن الحلول الإسعافية، عن الحلول المؤقتة، والاتجاه نحو استراتيجيات اقتصادية تتلائم مع هذا الوضع؟ خليني أقول لك، وأنا هون يعني خليني أقول لك أنه أنا اختصاصي في الآثار الاقتصادية، اختصاصي الدقيق. الحكومة تقوم بكل ما تستطيع، هناك إجراءات إسعافية تتخذها الحكومة، وهناك حلول بعيدة المدى. ولكن خليني أقول لك، هل الظروف الاقتصادية وظروف الحرب وتحديات الخارجية التي تواجهها سوريا في هذا الإطار يسمح للحكومة أن تتصرف بالحرية التي تريد كما تتمنى؟ هون السؤال. كلما نجحنا في تفادي تحدي معين في هذا الجانب، يأتيك تحدي جديد، وكأن الحرب تسعر من قبل أعداء سوريا، وآخرها كان قانون قيصر في 17/6 في العام يعني في هذا العام، هو أصلا نتيجة لأن هناك إجراءات اقتصادية إحادية الجانب بدأت يعني منذ بداية هذه الحرب، منذ شهر تشرين الثاني من عام 2011، وبدأت يتوسع نطاقها إلى أن وصلنا إلى قانون قيصر يلي الهدف منه منع الدول أن تساعد سوريا في مرحلة إعادة الإعمار وفي استثمار النتائج السياسية لاندحار الإرهاب في سوريا. لذلك نجد في الدول الأخرى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى تحدي جديد، والحكومة أيضا تقوم بإجراءات في مواجهة هذا التحدي. خليني أقول لك أنه نحن في سوريا مبارح، وأنا كعضو مجلس الشعب، أقرينا موازنة سوريا لعام 2021. مقدار الدعم في هذه الموازنة أكبر مقدار دعم كنسبة من الموازنة لكل السنوات السابقة، من أجل أن تتحمل الدولة أعباء الإضافية، ولكي لا تحمل المواطن دعم. دعني أنتقل إلى ضيفي في